هذا وحيى رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر صمود قطاع غزة، وذلك خلال كلمته في مؤتمر الحزب بالأنبار الذي حضره الآلاف من أبناء المحافظة. من هنا من الأنبار من أهل الحمية والبطولة من أنبار الشجاعة إلى غزة الصمود، تحية للتضحيات، تحية لرجال لا يهابون الموت، لمن رفعوا راية أمة حاولوا كسرها عقودا من الزمن. عهد الله والوطن ألا نبيع قضية فلسطين مهما كانت التحديات والتضحيات.